توافق الراي نتاع انه النادي الافريقي نقصته النجاح خاصه مباراه ريفرز ثم مباراه النجم الساحلي في رادس الاخير. والكلمه انا نحب نقول راه ما تقعدوش تسمعوا في الناس اللي بوتيتر ما يقلقها نجاح النادي الافريقي. فما ناس يمكن نجاح النادي الافريقي في المرحله الاخرانيه خاصه بالليماج اللي اعطاه اليوم ما نجموش يختلفوا الزوز ليفيكتيف اللي في النادي الافريقي او احسن ما فما في البطوله نتاعنا للامانه. وهذه حاجه نقولوها ولازم زاد نبدا نحكي وقت اللي يربح الفريق نحكي وباستراتيجي والله كيب وايفيكتيف وطون دو جو فوليوم دو جو وقت اللي الكره تعطي بظهرها زاد فما ظروف زاد بعد ساعات تحكم على المباريات. اليوم نحكيوا على النادي الافريقي عمل زوز سفرات كانت صعيبه انت هاني مشيت نيجيريا وعرفت شنو معناتها بالرغم انه السفره الثانيه كانت في طياره خاصه وكانت برشا انفستيسمون مريحه بارابور السفره الاولى نتاع انغول. السفره الاولى كانت مريحه والسفره الثانيه معناتها السفره الاولى كانت معناتها على طياره معناتها عاديه وفما اسكال وفما اسكال في المغرب واكثر من 7-8 سوايع علي وريتور. هذا من الكل معناتها راه مخالفات ينجم يؤثروا على المباراه. لكن زاد انا من ناحيه اخرى وقت اللي فريق زاد يحب يلعب اللي تيتر ويحب يكون معناتها الاولاني زاد فما ماتشات ما عندوش الحق يرتيهم. اليوم انا نعتقد اليوم المدرب سعيد سايبي وقت اللي حكيه على جلاسي حكيه على الامور على الحب انه يا اخي الاطوال مش تعدى من ازمه الاطوال كما ربحتش الهلال السوداني راهي مش دخلت في كريز وسيركوي نتاع كريز خايب برشا وفريق ممنوع من الانتداب ايضا وهذا هو معناتها الظروف الكل زاد في الاطوال راهي خايبه. لكن باش تغيرت بالروح في وقت من الاوقات تو بزوان مستحق الملاعبي باش يعمل الفارق بالعطاء نتاعو بالقرحه والجرينتا هذيك بالقرحه والجرينتا اللي نحكيو عليها. وهذاك علاش اليوم ما نقعدوش ندخلوا. فانا اليوم كان فما حاجه نحيي عليها رئيس النادي الافريقي السيد يوسف العلمي انه ماهوش قاعد ينساق وراء الضغط اللي تعمل فيه بعض الاطراف لخاطر يحبوا يدخلوا النادي الافريقي في سكه اللي هما يحبوا يوصلوها كمرحله الشك ونحي مدرب وجيب مدرب وجيب مدرب. يا اخي توك تجيب مدرب انت وتنحي مدرب شنو اللي باش يبدل لك؟ اليوم انت وقت اللي نبداو نقيموا على مباراه وفريق وقت اللي ما يعملش فوليوم دو جو ما يخلقش فرص وقتها تبدا نقاط الاستفهام تتوجد. لكن الفريق وقت اللي يخلق 4 أو 5 فرص وبعد لا ريوسيت ما تبعش تولي هذيك فيها شويه يظهر فما الكاليتين نتاع الملاعبي في الشوا نتاعو نورمالمون يضرب اكستيريور انتيريور حق وهز راسو اكثر الكونترول نتاعو اورينتي كان غال يدخل فيها الجزئيات اللي تعمل الفارق. ما نهزوش ايكيب كامله نطيشوها ونلوحوها ونعاودوا نفسخوا من جديد ليه سي با فري. هذه ايكيب معناتها اليوم عندها امكانيات فنيه ممتازه صحيح معناتها هي بيدها الفريق في حد ذاته الى حد الان مازال يستحق معناتها النجاعه ويستحق خدمه اكثر مع بعضهم. انا حسب اعتقادي ماهوش الفريق اللي يقلق. انا كان زيد نساير في النادي الافريقي ما نقلقش صحيح اني ماذا بيا وقت اللي تدخل في السيكل نتاع لي فيكتوار ماذا بيك ما ترجعش بالتوالي. لكن كي يصيروا ديزاكسيدون ما تطيحش كل شيء البنيه ما تطيحهاش الكل وتقعد تعاود من جديد. راه فما بعض الناس يمكن ما يحبوش نجاح النادي الافريقي.